ومن الصحف ننتقل إلى ضيف الصحف ينضم إلينا عبر تطبيق زوم مباشرة، الصحفي والكاتب السياسي محمد علوش. صباح الخير لك أستاذ محمد. صباح النور ديما إليك للمشاهدين الكرام. بداية، يعني شهد الجنوب ليل أمس تسخينا بعد يوم واحد من خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي رفض فيه التهويل من قبل العدو الإسرائيلي. بدأ التصعيد من قبل حزب الله باستهداف مدينة صفد، وردت إسرائيل باستهداف مدينة النبطية وعدة بلدات جنوبية أخرى. باختصار سؤال أستاذ محمد، ما هو الآتي؟ بداية ديما لازم نشير انه عملية استهداف صفد بعد ما لم يتبناها احد، يعني حتى حزب الله الذي اعتاد ان يصدر بيانات بشكل دائم حول العمليات التي يقوم بها لم يتبنى عملية استهداف صفد يوم امس، رغم ان التحليل المنطقي يقول ان لا احد لديه القدرة في لبنان على القيام بعملية بهذا غير حزب الله. اكيد غير حزب الله، ولكنه لم يتبنى، وهذا لوحده يخلق علامات استفهام كبيرة، كون الهجوم الإسرائيلي يقال أمس أنه أتى ردا على هذه الضربة التي يعتبرها الإسرائيلي تغيير في مسار الحرب. بداية بعد خطاب سيد حسن نصر الله أو قبل الخطاب، كان واضحا أن الإسرائيلي يتخذ إجراءات هجومية جديدة بتوسيع دائرة الاستهداف باتجاه مناطق في محافظة النبطية تحديدا وفي مدينة النبطية، لذلك كان يجب أن يتم الرد عليها. أتى الرد بحسب المنطق كما نقول في عملية صفد، لتأتي البارحة المجزرة الإسرائيلية الكبيرة. أعتقد أن ما حصل أمس هو نقطة، قد يشكل نقطة تحول في هذه المعركة، لأن حسب تأكيد كل مسؤولي حزب الله فلن يمر هذا الأمر دون رد، والرد برأيي سيكون سريع، لن يكون بطيئا. وهذا أكده أيضا اليوم مسؤول في حزب الله رفيع المستوى، قال بأن الرد سيأتي، فالتدمير بالتدمير والتهجير بالتهجير والضربة بالضربة. أعتقد أننا دخلنا إذن مرحلة جديدة من المواجهة. قلنا سابقا أن استمرار الحرب في غزة وسوء عملية التفاوض، سوء إدارة عملية التفاوض، ستؤدي إلى واليوم أقول تؤدي في لبنان لعدة أسباب لها ارتباط بالجبهة اللبنانية كجبهة والعمليات التي تحصل والتي تتخذ منها تصاعدي، أو استمرار التهديدات باقتحام باجتياح رفح عسكريا وما يمكن أن تسببه هذه المعركة من خسائر على الصعيد المدني. يعني أنت اليوم أستاذ محمد عم تقلي أنه نحن إدمين على حرب، وبكرة من المرجح أنه خطاب السيد حسن نصر الله يكون عم بيقول للشعب اللبناني أنه تجهزوا للحرب، ما بقى في مهرب. أنا أعتقد أننا أصلا في حرب. هذه الحرب لا تزال حتى اللحظة لها ضوابط وصفوف، وبالتالي هي حرب، لا يمكن عدم تسميتها بذلك. خطاب السيد حسن غدا كان يفترض، أعتقد أن بعد ضربة أمس سيتغير بعض محاور الخطاب، سيكون للسيد موقف واضح مما جرى في استهداف المدنيين في المجزرة التي وقعت في النبطية. أنا لا أقول أننا نتجه إلى حرب واسعة، ولكن أقول أننا نتجه إلى تصعيد، وهذا ما كنت أقوله منذ شهر من الآن عندما قلت ربما نكون أمام معركة حربية واسعة في الجنوب اللبناني. نعم أستاذ محمد، يعني نحكى كمان أنه بكرة بخطاب السيد رح ينحكى بملف رئاسة الجمهورية لأول مرة من عملية طوفان الأقصى، هل هذا الكلام صحيح؟ هل سينطرح ملف رئاسة بكرة؟ نعم، هذا ما كان متوقعا في خطاب يوم غد. قلت لك أعتقد أن بعض محاور الخطاب قد تتغير بعد ضربة مجزرة النبطية. في الملف الرئاسي أعتقد أن حزب الله سيشدد من جديد على عدم ربطه لمعركة غزة بالانتخابات الرئاسية في لبنان، وعدم نيته أصلا الربط بين النتائج، أي نتائج الحرب وانعكاسها على ملف الرئاسة. سيقول بأنه مستعد لأي حوار قد ينتج رئيسا، وسيشدد أيضا مرة جديدة على مسألة الحوار هذه وضرورة انتخاب رئيس، كما قال السيد حسن سابقا، يحمي ظهر المقاومة، وهو ما أكدته الأحداث الحالية من بضرورة الوصول إلى هكذا رئيس. هل هو ما زال المرشح سيمين فرنجي هو الأقوى لدى الثنائي الشيعي، المرشح الأقوى؟ يقال أنه الحزب ما عنده مشكلة بمرشح ثاني عنده صفات الثنائي يعني بيقبل فيها.
قبل الدخول بأي حوار، لا مرشح للثنائي سوى سليمان فرنجي، هو المرشح الأقوى والمرشح الأوحد، حتى على صعيد لبنان ككل هو المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية بشكل رسمي أو بشكل واضح، ولديه كتلة نيابية وعدد من النواب يدعمونه. لذلك لا يزال سليمان فرنجي هو المرشح الأقوى والأوحد للثنائي الشيعي، ولكن هذا الثنائي لم يرفض يوما عدم الحوار مع القوى الأخرى، سواء كان حوار موسع أو حوار جانبي أو حوار ثنائي. النتيجة أن لا وصول إلى رئاسة الجمهورية إلا رئيس الجمهورية دون هذا الحوار، هذا هو الأمر الأساسي. نعم، الصحفي الأستاذ محمد دعلوش، شكرا لك ولمشاركتك ومدخلتك معنا.